السلام عليكم يا بشر، ابو اسماعيل الحاقد جاي النهارده بفيديو جديد. ومن الاخر خلينا ندخل في الموضوع على طول. انا عايز اتكلم معاكم عن العنصريه الواضحه الفضه اللي موجوده في العالم بتاعنا، اللي بتمارس بشكل يومي كل دقيقه. عنصريه انك شخص شكلك مش امور جدا من بره. دلوقتي لأي حد بيتفرج على الفيديو ده وفاكر ان انا جاي اهزر، لا خالص خالص، ولا حتى جاي وهقول النكته اللي هو بتاعت لو انت مش حاسس باي حاجه من دي، او انت مش شايف ان في عنصريه في الموضوع، اذا انت من الناس اللي بيتم معاملتهم والنظام بيخدم عليهم بشكل احسن والكلام ده، فانت من الناس الجميله جدا من بره. لا انا فعلا جاي اتكلم بجد، انا جاي اتكلم باوراق علميه، علشان ايوه مش انا الشخص الوحيد اللي في العالم اللي فكر في الموضوع ده وفكر وقال ان يا اخي الناس اللي شكلهم حلو حياتهم اسهل. لا في ناس اخذت الموضوع خطوه قدام واخذت فلوس وعملت بحوثات علميه وعملت تجارب على الناس فسريل. دي حقيقه، انت لو انسان مز حياتك هتكون اسهل. بداية ممان خلينا نفهم يعني ايه انسان اتراكتف، انسان شكله حلو، انسان جميل. او مش المفروض حاجة زي كده تكون يعني كل شخص والذوق بتاعه؟ حاجة انا شايفها حلوة شخص تاني ممكن يكون شايفها وحشة والعكس صحيح، فازاي شيء زي ده فعلا يتم الاتفاق عليه؟ ممكن واحد يكون شكله مز هنا في مصر يكون مثلا في استراليا شكله ابو اقول لك يا مان ان ايوه طريقه التفكير دي صح، ولكن علشان العالم بتاعنا كل شويه بيضيق وبيضيق والثقافات بتاعتنا بقت كل حاجه مفتوحه على التانيه، فبقى من السهل ان تعريف الجمال في مخنا كله يتم اللعب بيه. فايوه انا عارف ان انت ممكن ما تعترفش بده، ولكن معايير الجمال اللي انت شايفها اكتر شيء جميل هي معايير جمال غربية اتصدرت لينا، وهي النظرة اللي مكتسحة العالم كله دلوقتي. وكل فترة الموضوع بيتغير، هو بس ايه اللي بيشد دلوقتي، ايه الحاجة اللي كلنا خلاص بنتفق عليها ان ياخي ده شيء خرافي. في بداية الألفينات إن مغنية تكون مبينة السرة بتاعتها ده كان شيء بيكتب في العقود، يعني ده كان شيء لازم جدا، عشان لوهلة العالم كله كان بيستثار بشكل مش طبيعي على السرة. تمر السنين ندخل جوه الاور جلاس شيب، وخلاص ده بقى نوع الجسم اللي كلنا اتفقنا ان هو احسن نوع شويه، ويكون التركيز على السيمتريه في الوش، وانت كل ما وشك يكون سيمتري اكتر ده معناه ان انت جميل اكتر. يعني انا مش جايه معايا سيمتريه خالص والله اعلم قدام ايه هيكون الشيء اللي بيتم الاعلان عنه وغسيل دماغنا بيه في العالم كله ان ده الشيء اللي جامد وشكله حلو دلوقتي. بس النوع اللي منتشر في الوقت الحالي هو منتشر في العالم كله، فعلشان كده لما نقول حياة الشخص اللي بيقابل كل المعايير الجمال اللي منتشرة في الوقت الحالي هتكون حياته أسهل، وهنشرح ده دلوقتي. ولكن قبل ما نشرح ده دلوقتي، وعلشان أنا مش سوبر موديل فمش سهل قوي عليا يعني إن أنا أعمل فلوس من بس وشي، فعندنا اعلان. هي منصة اودو بتقدم لك حلول اعمال متكاملة في مكان واحد، هتقدر تعمل لك موقع الكتروني بكل سهولة، وتقدر تعدل كل الخانات اللي موجودة على الموقع بتاعك، ومش محتاج تكون عارف كودينج ولا اي حاجة من الحاجات دي، تقدر انت بنفسك بزيرو خبرة تعمل لك موقع فلولس. كل حاجة ليها دعوة بالاي كوميرس موجودة على اودو، زائد ان برضو باستخدام اودو ده هيغنيك عن العالم المعقد من المحاسبة والفاينانس وكل الكلام ده اللي انت لازم تجيب حد يساعدك فيه، لا كل حاجة تقدر تعملها من خلال موقع واحد. في العادي انت هتكون محتاج مواقع كتيرة وخدمات كتيرة عشان تقدر تدير البيزنس بتاعك، ولكن باستخدام اودو كل حاجة موجودة في مكان واحد في منصة واحدة داعمة للغة العربية، فانت ما عندكش اي حجة دلوقتي. لازم تبدأ دلوقتي، ولو انت لسه ما دخلتش جوه عالم البيزنس وبس عندك فكرة ومش عارف تبدأ فيها ازاي، على الاقل ممكن تبدأ بانك تاخد الدومين، شوف الاسم المعين للبيزنس اللي انت عايز تعمله، وخد اول خطوة ان انت بس ايه تراجستر الدومين ده مع اودو.com وتبدأ الموقع، وخلي الموقع مقفول خليه لنفسك، بس المهم ان انت تبدا الرحله دي. ولو انت في نص رحلتك في عالم البيزنس وعاوز تكبره اكتر، وانت البيزنس بتاعك كبير وعاوز تديره بشكل افضل، كل الحلول موجوده على اودو.com، اضغط على الرابط الموجود في الوصف، وشكرا لاودو لدعمهم في الفيديو ده. هل حياه الناس اللي بسم الله ما شاء الله امامير اسهل؟
أيوة أسهل 100% أسهل. فرصتك هتكون أحسن لو أنت مقدم على شغل وفي السيفي بتاعك حاطط الصورة بتاعتك. لو الصورة بتاعتك بتبين وشك وأنت وشك حلو، ألف مبروك الشغل. أنا لو أنت الكواليفيكيشنز والمؤهلات بتاعتك أفضل بس شكلك مش قد كده، الشغلانة هتروح للشخص الأحلى، حياتك الاجتماعية هتكون أفضل، نظرات الناس ليك في الشارع وانت ماشي هتكون أفضل. وده شيء بقى من الحاجات الصغيرة اليمين وشمال اللي بتتراكم في حياة شخص ما بيعانيش من الأشياء دي. انت دلوقتي سايق العربية بتاعتك، والعربية بتاعتك اتبهدلت، في مشكلة ولازم نروح الميكانيكي دلوقتي. تروحي عند الميكانيكي تلاقي ان جنبك في واحدة تانية سايقة عربية برضو، ولكن التانية اللي سايقة العربية دي جسمها مش احسن جسم، شعرها زي شعر كده مش مفهوم له هو عايز ايه دلوقتي، ولكن المشكلة اللي في العربية بتاعتها اكبر من المشكلة اللي في العربية بتاعتك. وبكده صاحبتنا التختوخة حبتين هتدفع اكتر للميكانيكي، فالمفروض الواحد يفهم ان الميكانيكي هيكون عنده الافضلية ان هو يروح عندها عشان في شغل اكتر، في فلوس اكتر، وانتوا الاثنين تدخلوا جوه المحطة. اللي انت مش عارفة عن نفسك يا صديقتي اللي انت وصلت هناك الاول اللي بدأنا القصة معاها، ان انت جسمك ووشك وشعرك وطولك وكل حاجة فيكي بتتماشى مع النظرة للفتاة الفاتنة اللي متصدر دلوقتي 100% تريليون في المية. الناس اللي في الورشة هيدوا اهتمام للبنت الأمورة أكتر من البنت العادية، وده مثال خيالي واحد ولكنه حقيقي 100%. وانا اديت المثال هنا على بنات مش لحاجة، هو بس عشان أقرب الصورة، ولكن نفس الشيء بيحصل لو انت كنت ولد. لو انت ولد شعرك ناعم شوية أسمراني يا لهوي، لو عينيك ملونة لو انت رحت أي مكان، لو انت رحت قهوة قعدت في قهوة وفي واحد تاني هو صاحبك أساسا ولكن شكله عادي وقعد جنبك، هيتخدم عليك انت الاول. انت ممكن ما تكونش ملاحظ ده، او انت ممكن ما تكونش شايف ان ده يعتبر شيء كبير، ولكن لما تقارنه بان الشخص العادي القصير اللي وشه مش احسن وش واللي يعتبر NPC في هذا العالم المفتوح اللي احنا موجودين فيه، في حاجات تانية هو بيمر عليها علشان يوصل للمكانة اللي انت بدأت فيها من الصفر. فهنا الحجة بتقام على الشخص اللي ما بياخدش باله من كل الحاجات دي، وبيتقال عليه ان انت حياتك فيها أفضلية privilege. العيب مش عليك، العيب على التعب اللي موجود في دماغنا، ان احنا بشكل ما دماغنا اتغسلت في الشيء اللي يكون جميل من بره، فبننجذب لهذا الشيء بدون اي تفسير منطقي. طب ماشي يا عم، ده تلاقي الواد مستحمي بس عشان كده بيعملوك نقطة مستحمي ومش عارفين الكلام ده، هنجلها كمان شوية قدام، لان الموضوع goes deep man. بس دايما الكلمة اللي ناس كثيرة بتفكر فيها، يعني خاصة الناس اللي انت بتقعد تشوفهم على انستجرام دول، اللي هو بس هو انفلونسر وعنده 6 باكس وعنده 3 مليون فولور، ها تقول بقى اكيد ما عندوش شخصية، او شخصيته ضعيفة، او واحد بابي اللي جابها له مش عارف مين والكلام ده. فده يخلينا نسأل اهم سؤال في الفيديو ده، وهو هل الناس اللي شكلهم حلو، السوبر مودلز، النجوم، النجوم اللي انت بتشوفهم ما عينيك بتفقلق وما شاء الله، هل الناس دول ما عندهمش شخصية؟ ركزوا قوي في الحجة اللي هتتقال دلوقتي، لان هو كلام منطقي بشكل مش طبيعي، وهو ان الشخص اللي شكله عادي في حياته مر بتجارب كتيرة خلته غصب عنه يبني لنفسه شخصية قوية علشان المجتمع اللي حواليه يسمعه ويديله اعتبار. علشان كده الناس اللي شكلهم عادي شخصيتهم خرافية، والناس الجميلة الحلوة الهاها وبس منظر شخصيتهم ضعيفة أو شخصيتهم آدي. عندنا شخص مولود بجينات خرافية، وآدي عندنا شخص مش بأحسن جينات بالنسبة للمجتمع. فالشخص ده علشان ما يتبهدلش في المدرسة وكل الناس تقعد تتريق عليه عشان بس بيلبس نظارة أو علشان بيحب رياضيات، فهو اضطر إنه يقضي وقت بيعيط ومتبهدل ومتضايق من البولينج والتنمر اللي بيجيله في المدرسة،
فيبدا يكتب، يبدا يجهز، يبدا يفكر في شويه نكت عشان يقدر يرد عليها على العيال اللي بيتنمروا عليه. وده شيء صغير بدا هنا لحد لما فضل يتراكم ويتراكم ويتراكم، ولقى ان الطريقه الوحيده اللي بيقدر ياخد فيها انتباه المجتمع ده وما يبصش على شكله الخارجي اللي هو مش احسن شكل، ان هو يكون ذكي في الكتابه بتاعته. فبقت شخصيته كده، وبقى دايما الشخصية دي السريعة اللي عندها رد لكل حاجة اللي كل الناس بتخاف منه، بتعمل له مليون حساب قبل ما تدخل معاه في اي نقاش. شخصية بنت لذينة ليها اورجين ستوري خرافية. من ناحية تانية شخص امور ما اضطرش ان هو يمر بكل الصعاب دي علشان يكون شخصية كبيرة. كلام منطقي. كل الاستنتاج اللي انا لسه قايله ده علميا غلط. طن طن طا. في الحقيقة إن الشخصية ملهاش دعوة بأنت شكلك حلو أو شكلك وحش، بل لو هتفكروا فيها وتكونوا عادلين مع نفسكم، الناس الأمامير ما شاء الله الحلوين اللي شعرهم ملون بقى وناعم والكلام ده شخصيتهم حلوة، بل ليهم الأفضلية في أنهم يكونوا يعني اجتماعيين أكتر، شخصيتهم جذابة بتجيب ناس كتيرة حواليهم وناس كتيرة بتكون عاوزة تكون جنبهم وتسمعهم علشان شخصيتهم فعلا حلوة. والحجة اللي هتتقال إن هي شخصيتهم تبان حلوة علشان إحنا المجتمع بتاعنا بس مجتمع سطحي وبيحكم بالمظاهر، بس في الحقيقة شخصيتهم مش حلوة. لا لا، الحاجة الحقيقية هنا بس اللي بتفسر الموضوع ده ويكون التفسير ده فعلا مربوط ومنطقي مع البريفليج أو الأفضلية اللي هما بياخدوها في الحياة علشان مظهرهم، هو إن الأبواب اللي اتفتحت لهم في الحياة كانت أكتر علشان هما شكلهم حلو والمجتمع لما بيبصوا لهم بيفرح. وحاجة كمان مهمة لازم تفهمها، ان الشخص الأمور علشان التراكمات الكتيرة اللي في حياته الحاجات كتيرة جات له بسهولة بس عشان تم الحكم عليه بشكل سطحي ان هو اوكي زي الفل، معظم الوقت هيكون انسان حقيقي، ودي الحاجة اللي بتخلي الناس تنجذب لشخصيته اكتر، لان احنا كبشر دايما بنحب الناس الحقيقيين. الناس الاتراكتيف سهل عليهم جدا ان هم يكونوا حقيقيين لان ما تمش تحدي طبيعتهم في الحياة العادية. وأكبر دليل ممكن يأكد لك على الموضوع ده هو الضغط من الحياة بتاعتنا في ان احنا نكون ناس أجمل. ستوب هنا ثانية واحدة، فلنقل يا عم ان انت فعلا مصدق ان انا انسان حاقد وعامل الفيديو ده بس علشان اقول ان انا مش امور وحياتي وحشة علشان انا مش امور وجرمين. لا، الموضوع مش كده خالص. الفكرة ان ده شيء موجود، ده شيء حبيته ما حبيتوش، فهمته ما فهمتوش، هو كده كده شيء موجود. العنصرية عند البشر كلهم بناء على بس المظهر هو شيء موجود وحقيقة. لو هو ما كانش موجود وحقيقة، إذن ليه هيكون علينا كلنا ضغط في ان احنا يكون شكلنا افضل؟ حضرتك دخلت السوشيال ميديا قبل كده؟ هل انت بتشوف كمية الضغط اللي بتحط عليك سواء كنت رجل او انسة من السوشيال ميديا؟ يعني في ناس مولودين يا عم بشعر الجميل جدا والخرافي، حضرتك ده شعري وانا حاطط عليه 500,000 منتج هنا هو زائد بعتني بيه زي ما كتاب بيقول، وده اخري يعني، دي اقصى حاجة انا اقدر اجيبها في الطول بتاعي، مش عارف مين انا، ده انا مولود كده يا اسطى، طب انا هعمل ايه اكتر من كده؟ بيطلع لي حبوب في وشي، ابقى تدخل الرأس مالية يا معلم، تفضل تبيع وتبيع وتبيع علشان انت تخلي نفسك جميل بالمعايير بتاعت الايام دي. انا شايف دايما ان فير اند لوفلي هو يفضل المثال ابن اللذينة للنظرة الدونية عن نفسنا، وان فعلا قد ايه احنا هنفضل ناس سطحيين. تخيل كريم تفتيح البشرة، طب انت هتستفيد ايه لما انت تفتح لون بشرتك؟ فير اند لوفلي يا رجل، انا لون بشرتي كده، انا اتولدت كده، هل لما هفتح هيكون شكلي حلو بس علشان بقيت اقرب لشكل الاوروبي، ولا لا انا عايز اكون اقرب للشكل الاسيوي عشان في الوقت الحالي الاسيوي هو الشكل اللي الناس عايزاه، انا هروح الجيم وابهدل نفسي واحرم نفسي من الاكل مع اني من جوايا انا هذا النوع من الناس اللي بيستمتع بالاكل، بس لا لازم اعمل كده لفترات طويله جدا عشان بس لما اسافر الساحل يكون شكلي حلو، مع ان انا عارف ومتاكد ان في ناس هناك في الساحل جيناتهم خرافيه جدا بيقعدوا بس شهر في الجيم وبيطلع نفس الجسم اللي انا بعمله، بس انت هتعمل شغل اكتر ليه؟ علشان انت عاوز تكون جوه المقارنه دي، فانت اشتغلت اكتر
وبرضه من جواك بتتقبل ان العالم ده ما فيهوش عدل من الناحيه دي، واحنا كبشر عنصريين على بعضنا بس بالمظهر الخارجي. الشباب بيعانوا، البنات بتعاني، كل ده على ايه؟ علشان سطحيه هذا الانسان. لو انت واحد شكلك حلو، شلون كنت بنت او ولد وانت عارف ده، good for you. وصدقني الفيديو ده مش عامله علشان اكره عليك ولا اي حاجه، انا على دلوقتي كله في الكومنتات هيقعدوا يقولوا لي لا لا ما تخافش يا ابو اسماعيل، نو اوفنس نو اوفنس، انا ما اتضايقتش من الفيديو خالص وانا من الناس اللي مش عارفين. يا عمي جاد بلس عادي. ومره تانية انا بقولش الموضوع ده، ان فعلا في ستاندرد، في بيوتي ستاندرد، هي دي الفكره، ان مفيش بيوتي ستاندرد. الموضوع مش رياضيات، مش هينفع ان كوانتيفاي انت شكلك حلو ولا وحش. بس لو انت على درايه من ده بالمعايير اللي موجودة في المجتمع دلوقتي، فبجد الفيديو ده مش عليك. الفيديو ده بس أنا بحاول أسأل وأفهم ليه إحنا بنعنصر على بعضنا بناء على المظهر الخارجي.